The raw material are crushed بالطريقة الجافة. يقول الرو ماتيريال هي تسحق بعدين تنضخ to correct proportion into grinder mill. هنا يقول بالطريقة الجافة لا، يقول المواد الخام تسحق بعدين تنضخ أو تساق المن إلى grinder، وبنفس الوقت correct proportion يعني تصحح تركيزاته وتنضخ المن إلى grinder mill يعني الطاحونات الضخمة. Where they are dried and reduced in size to fine powder. واللي هي راح هاي شنو طلاب؟ راح تكون جافة ويقل حجمها وتطحن إلى fine powder، إلى powder ناعم جدا. The dry powder called the raw meal. The dry powder هاي وين بالطريقة الجافة؟ شدعة raw meal. And then pumping into blending silo. بعدين ينضخ طلاب إلى سايلوات هذا. الروميل أو الباودر الجاف ينضخ المن إلى blending silo and the final adjustment is now made to proportion the material requirement the manufacture cement. هذا طلاب الروميل أو الدراي باودر بعد ما انطحن ينضخ السايلوات، وبهاي السايلوات راح يشيكونه adjustable أو يعدلون تركيزه ويشوفونه مطابق للمواصفة للسمنت المطلوب صناعته، يعني تشيكون تركيزه وهم يا نوع سمنت اللي يصنعون تشيكونه مطابق للمواصفات. To obtain uniform admixture, the raw meal blended into silo usually by means the copper strand. هنا نطلع بال الروميل بعد ما تشيكوا طلاب حتى يحصلون على يونيفورم ميكستر للروميل يعاد مزجه يعني خلطه، ودائما يكون الخلط عن طريق الاير كومبرسر مضخات هواء يعني هواء مضغوط هو يقوم بخلط الروميل داخل السايلوات. The blended meal is sieved. بعدين بعد ذلك الطلاب الروميل يدخل على سيفات النخل and feed into rotary dish called اللي الطلاب يدخل على rotary dish called يعني مثل الصحن دوار ضخم يدعى granulator water weighted about واللي يحتوي على ماء تقريبا هذا 12% of the meal being added to the sometime. عندما يساق طلاب هذا الرو blended meal ينساق يمر عبر مناخ وبعدين يساق أو يتحول أو ينضخ المن إلى rotary dish called regulator. بنفس الوقت يعني من يتحول إلى هذا الدش الضخم ينضاف له ماء ينمزج وياه تقريبا هذا الماء بنسبة 12%. And this manner hard plates about 15 mm diameter is formed. هنا بهذا الوقت طلاب بعد ما يضاف الماء راح يتكون عندنا كريات صغيرة plates وتكون صلبة تقريبا قطرها 15 mm يعني سنتيم ونص راح تتكون اللي هي مثل الكلينكر. الكلينكر بالحالة بالطريقة الجافة بالطريقة الرطبة نا بالطريقة الجافة اسمها plates يعني هم كريات صغيرة صغيرة. Then the plates هنا the plates are packed hard into preheated يعني تتعرض ل حرارة مرة أخرى تتعرض حرارة by means of hot gases من خلال مرور غازات حارة from the clean بالكلين يعني هاي البليت الطلاب من يدخل من تساق أو تضخ إلى الفرن راح يعني شلون خلينا نقول بري هيتد يعني إذا نترجمها باللغة العربية تتحمص
من خلال الغازات الهوت جازز فروم ذا كلين من الفرن. ذا بليد ذين انتر ذا كلين، بعدين تدخل هاي البليد من الفرن. اند سبسيكونس اوبريشن يعني، والخطوات البقيه هي نفس الطريقه الرطبه، يعني الخطوات البقيه هي راح تكون نفس السبسيكونس اوبريشن، نفس العمليات اللي تجري على الطريقه الرطبه راح تجري على هاي البليد. ايضا تدخل بالفرن وجزء تقريبا من 20-30% راح تصير سائلة، بعدين اللايم والسيليكا والألومنيا راح ريكومباند تتحد مرة أخرى وتتكون على شكل بعدين كرات صغيرة اللي هي الكلينكر راح يصير. هنا طلاب هسه خلصنا طريقة الرطبة والجافة، هنا هسه طريقة طحن الجريندر الكلينكر. يعني بالطريقة الجافة، بالطريقة الرطبة قلنا الكلينكر عرفنا شلون طريقة تصير المواد كلها، يعني يصير على شكل سلوري طلاب، يعني السلوري بالطريقة الجافة مواد تصير على شكل سلوري يعني سائل ليكويد، بينما بالطريقة الجافة لا، ما تكون على شكل باودر، باودر جاف، وهذا الباودر ينساق بعدين المن إلى مثل الصحن أو دش كبير وينضاف ل 12% مي، راح تكون كرات صغيرة، كرات صغيرة بليدز تكون قطرها 15%. هاي الكرات الصغيرة تنضخن بالفرن وقلنا تعاني درجات حرارة عالية ويتكون الكلينكر، يعني بالطريقتين هو يتكون الكلينكر. هسه هنا راح نجي طلاب إلى عملية طحن أو سحق طحن، هنا أنا جريندر الكلينكر the cola كول كلينكر، يعني كلينكر البارد produced by اللي هو ناتج من الويت أو الدراي بروسيس اللي ناتج من الطريقة الرطبة أو الجافة، which is يكون لونه black and hard أسود تقريبا ماء للسواد وصلب. Underground the gypsum is underground with gyps تقريبا 4% in order to prevent flash setting of cement. طلاب هذا الكلينكر اللي هو يكون الناتج من الطريقة الجافة أو الطريقة الصلبة، ينضخ واللي يكون لونه أسود وصلب، ينضاف له تقريبا 4% من الجبس اللي هو هذا التركيب الكيميائي، ينضاف له 4%. هاي شنو سبب إضافة الجبس للكلينكر؟ حتى نمنع الفلاش سيتنج أو التجمد المفاجئ أو التجمد السريع للسمنت عند غلطة بالماء. يعني السمنت الطلاب قبل لا يطحنوه أو إذا طحنوه ما ضافوا له الجبس، مجرد ما نضيف له مي رأسة يصلب، فحتى يمنعون هاي التصلب السريع يضيفوا له 4% من الجبس، هذا يقلل من زمن او يزيد من زمن التصلب، ما يخليه يتصلب بسرعه. And facilities the grinder process. والفائده الثانيه من اضافه الجبس هو يساعد على عمليه الطحن. هسه فوائد الجبس اللي تنضاف للكلينكر هي فائدتين. اول شيء راح يمنع وينضاف هو بنسبه 4%، اول شيء يمنع التصلب المفاجئ، ثانيا يسهل من عملية الجريندر، يسهل من عملية الطحن. The grinder is done by pearl mill بالطاحونة الضخمة. The cement discharged by the mill and passed through separator. بعدين هذا الطلاب الجريندر is عملية الطحن، يعني تحصل بالبيرل ميل اللي هي الطاحونة الضخمة، بعدين السمنت يفرغ باي ذا ميل باسل، بعدين من يخرج من البيرل ميل يدخل على مجموعة من السبريت شلون نقول المناخ الطلاب أو العوازل الشبكات. Fine parts begin remove to the storage. الجزيئات الناعمة حيل راح تذهب المن إلى الستورج سايلو، السايلو اللي نخزن به السمنت by the air current عن طريق الهواء، يعني عن طريق هواء مضغوط، بينما الجزيئات الصلبة اللي مرت على هاي السبريتد الفاصلات راح ترجع pass through the mill to ons again، ترجع مرة ثانية، بينما جزيئات الكورسز يعني الكبيرة أو الخشنة ترجع مرة ثانية لل طاحونة حتى يعد عملية طحنة. طلاب هاي هنا مقارنة بين الطريقة الجافة والطريقة الرطبة بصناعة السمنت، هاي مهمة جدا.
هاي الويت بروسيس وهاي دراي بروسيس. هنا أنا يقول الطريقة الويت بروسيس موشر كونتنت اوف الستوري من 35 الى 50، بينما انا المويستشر كونتنت اول بليتس تقريبا هو 12%. سايز اوف كلين نيدد تو مانيفاكتشر ذا سيمنت از بيجر، يقول هنا أنا حجم الفرن المطلوب لصناعه السمنت يكون كبير، هنا أنا حجم الفرن المطلوب لصناعه السمنت يكون صغير. هاي بالطريقه الجافه. يقول الطريقة الرطبة أيضا هنا ثالث نقطة، كمية الحرارة المطلوبة higher يعني عالية، لذلك إذا راح يحتاج إلى كمية عالية من الوقود. هنا كمية الحرارة المطلوبة قليلة، وبالتالي ما راح يستهلك كمية من الوقود، أو الكمية من الوقود اللي راح يستهلكها هي قليلة. هنا less economy، هنا more economy يعني هنا مو اقتصادية، بينما الجاف اقتصادية تكون أكثر اقتصادية. الطريقة الخامسة يقول الرو ماتيريال كان بي ميكسد ايزلي، هنا أنا يقول الرو ماتيريال نقدر نخلطها بطريقة سهلة، سو إذا هي بيتر هوموجينيس تكون متجانسة أكثر، وماتيريال كان بي أوف تايم. يعني هنا أنا يقول بينما بطريقة جافة ديفولت أو ديفيكولت كنترول ميكسينج ذا رو ماتيريال، سو إتس ديفولت تو أوبتاين هوموجينيس ماتيريال. هنا أنا يقول بينما بطريقة جافة لا، حتى نطحن حتى نحصل على ميكس يعني صعوبة نحصل على صعوبة خلط المواد الخام، وبالتالي يكون الـ يعني المواد مو هوموجين يعني مو متجانسة بشكل كبير. الطريقة الرطبة أنا أقول the machinery and equipment not need too much maintenance، يقول هنا أنا الطريقة بالطريقة الرطبة المكائن والأجهزة ما تحتاج إلى صيانة بشكل كبير، بينما يقول بالطريقة الجافة تحتاج إلى صيانة بشكل أكبر. أوكي طلاب، هنا راح نجي إلى الكيميكال كومبوزيشن، التركيب الكيميائي of cement Portland cement. نجي هنا من طلاب إلى التركيب الكيميائي للبورتلاند سيمنت، هذا مهم. The raw material used in manufacture Portland cement consists minor lime silica aluminum and iron oxide. This component interact with one another to unclean from serious or complex produce a part of small residual on combined lime which has not had sufficient time to react chemical equilibrium to reach. انا طلاب يقول الرو ماتيريال المستخدم بصناعه السمنت البورتلاندي تكون بشكل عام هي متكونه من اللايم والسيليكا والالومنيا واكسيد الحديد ايرون اوكسيد. هاي المكونات راح تتفاعل مع بعضها وين داخل الفرن تو فورم سلسله سيريس اوف كومبلكس بروديوس، يعني تعاني سلسله من تنتج برودكت مركبات معقدة on apart from the small residue on compound، ويبقى جزء قليل غير متحد which has not had sufficient time to react، واللي يعني راح يعني هاي الجزيئات راح تعاني هاي المركبات تتحد مع بعض تتفاعل مع بعض داخل الفرن وتنتج مركبات معقدة، ويبقى جزء صغير من هاي المواد يعني ما راح يتحد on combine وسبب ذلك انه ما حصل الوقت الكافي للتفاعل state of للتفاعل. بعدين تصل هاي المواد الى حاله الكيميكال equilibrium الى حاله التوازن الكيميائي is reach the result of firing the clinker. نانا طلاب النتيجه من يعني result of firing من هاي داخل الفرن، النتيجة من حرق هاي المواد داخل الفرن هو نحصل على الكلينكر. هنا يعني طلاب four component أكو أربع مركبات رئيسية are usually graded the major component of cement. هنا يعني طلاب يقول إن أكو أربع مكونات أو component هي تعتبر المكونات الرئيسية للسمنت أو المكونات الرئيسية اللي راح يتكون منها الكلينكر، واللي هو الكلينكر بعد طحنة راح يتكون عندنا السمنت. فإذا المركبات الرئيسية للسمنت الأربع هي تريكالسيوم سيليكات اللي هو نختصره ب
C3S ثلاثي سيليكات الكالسيوم. نطلب تري كالسيوم سيليكات اللي هو إذا نريد نترجمه باللغة العربية هو سيليكات ثلاثي الكالسيوم، ودي كالسيوم سيليكات اللي هي سيليكات ثنائي الكالسيوم C2S. هسه عندنا C3S و C2S، وعندنا تري كالسيوم ألومينيت ألومينات ثلاثي الكالسيوم، وعندنا تري كالسيوم ألومينو فيرايت اللي هو ألومينات ألومينا إذا أريد نترجمها باللغة العربية اللي هي ألومينات رباعي الكالسيوم أكسيد الحديد C4AF. طلاب هنا نشوفوا أربع جزيئات كالسيوم وألومينات وأكسيد الحديد، أكسيد الألومينات وأكسيد الحديد C4AF. هاي طلاب شنو هاي المكونات الرئيسية للكلينكر، وبنفس الوقت هي المكونات الرئيسية يعني للسمنت الفور كومبوننت. Where is each oxide sample with letter؟ هنا أنا أكسيد الكالسيوم يرمز له بالرمز C، أكسيد السيليكا بالرمز S، أكسيد الألمنيوم يرمز له بالرمز A، وأكسيد الحديد بالرمز F، والماء يرمز له بالرمز H. هنا أنا طلاب أكو معادلات، هنا أنا the percentage of mine composition يعني النسبة المئوية للمكونات الرئيسية للسمنت. سمنت can be calculated according to the Bogo equation. أكو عالم اسمه بوغو سوى معادلات هاي، من خلال هاي المعادلات نقدر نحسب المكونات الرئيسية أو main composition للسمنت من خلال أكاسيده. Based the assumption of reaction reached to the equilibrium chemical equilibrium، واللي هو بنحط هاي المعادلات اعتمد على الفرضيات من التفاعل، وهذا التفاعل من يصل إلى حالة التوازن الكيميائي equilibrium. فهنا نطلب لحساب ثلاثي سيليكات ثلاثي الكالسيوم اللي هو قلنا هاي الطلاب أربع مركبات رئيسية للسمنت، نقدر نحسبهن من خلال هاي المعادلة. هسه C3S نقدر نحسبه من هاي المعادلة بدلالة شنو؟ بدلالة الأكاسيد، أكسيد الكالسيوم، أكسيد السيليكا، وأكسيد الألومنيوم، الألومينات، وأكسيد الحديد، وأكسيد الكبريتات. فهاي يا طلاب هاي معادلات تحفظوها حفظ مطلوبة، يعني بالسؤال يجيك السؤال موجودة الأكاسيد، هاي الأكاسيد بين الأقواس، أنت مجرد تطبق تطبيق مباشر بس يراد لك تحفظ يعني المعادلة. وسيليكات ثنائي الكالسيوم من هاي المعادلة تنحسب، يعني أول شيء لازم نحسب C3S لأن المعادلة ما C2S تعتمد عليه، وهاي المعادلة اللي حساب ألومينات ثلاثي الكالسيوم، وهي المعادلة لحساب C4AF. أوكي طلاب ننهي محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.